الموسم في شهر أبريل وماي منها الحق على غير العادة منها كانت أكثر من ممتازة. أكثر من تأكيد لبداية الموسم ومنها على بكري ونقول احنا والمؤشرات الواعدة. دونك منذ بداية السنة إلى حدود 31 ماي سجلنا حوالي 216 ألف سائح بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كذلك سجلنا 850 ألف ليلة سياحية بزيادة تقدر ب 30% مقارنة بالسنة الماضية. تعزيزا للأرقام اللي قلناها زاد كيف كيف على مستوى شهر ماي فما زيادة تقدر ب 15% مقارنة بالسنة الماضية وزيادة ب 26% بالنسبة لمقارنة بسنة 2019. نعرفوا هذه السنة هي السنة المرجعية. دونك بالنسبة لي احنا فهمتني نجم نقولوا الأرقام التي تم احنا والأهداف التي رسمتها سلطة الإشراف للبلوغ سنة من أرقام سنة 2023. دونك الحمد لله ما توصلنا لتحقيق الأهداف هذه. والتأكيد اللي السنة ما باش يكون موسم معناها واعد وموسم إن شاء الله معناها ممتاز اللي هو فما زيادة خلال الفترة هذه معناها حتى على سنة 2019 وهذا كله فهمت ما يخلينا نكونوا معناها فرحانين بالأرقام. نحتاج أرقام سي وحيد بعد إذنك يعني أرقام دالة على أنه اليوم فيه تطور كبير على أكثر من صعيد في الحمامات. بالنسبة للأرقام كما قلت لكم أنها في خلال شهر ماي فما زيادة تقدر ب 26% مقارنة سنة 2019 ما ينجم يكون هذا كان رقم إيجابي وإيجابي جدا وزيادة ب 15% بالنسبة لسنة 2023. بالنسبة للمنح في الفترة القادمة كيف حسب منها اتصالاتنا منها مع عديد المؤسسات السياحية من وكالات أسفار ونزول السياحية دونك نجم نوصلوا فهمتني لحدود 85% منها حتى حدود من شهر جويلية ونجم يكون يتعزز حتى لحدود 95% بالنسبة لشهر أوت. دونك الأرقام هذه ما تنجم كانت فرحنا برشا. دونك السنة كما قلنا على غرار الأرقام التي حققناها منها في 2023 والأرقام قاعدين نحققوا فيها في 24. دونك الشعار اللي رفعته وزارة السياحة باش يكون منها هي سنة جودة شاملة. دونك على ذلك الاستعدادات متاعنا كانت انطلقت على بكري وفما تركيز كبير فهمتني على جودة الخدمات مش على أساس مش يتم معناها تقديم أحسن الخدمات للحريف التونسي والحريف الأجنبي. دونك استعداداتنا كما مكتوب من طلقة على بكري تم التركيز على المحيط السياحي بصفة عامة خاصة العملية دي بدأت منذ شهر فيبري. دونك حبيت نسألك سي وحيد تعرفوا أنه جهة جربة جرجيس تشهد وهذا ذكرت وانت سيادتك منذ قليل تشهد توافد عدد كبير من أشقائنا من ليبيا أنه معبر راس جدير أغلق في المدة الأخيرة وما زال متواصل الإغلاق أثر شوية على توافد أشقائنا الليبيين. بالنسبة لجهة نابل الحمامات الحق بالنسبة للسوق الليبية ما تعتبرش من أهم الأسواق منها للوجهة السياحية بالجهة أهم ممكن لأنهم يتوجهوا دائما للحمامات الجربة والحمامات أيضا ممكن أهم الأسواق اللي نقول احنا العربية ولا السياحة الأجوار هي السوق الجزائرية في بداية من شهر من نصف شهر جويدة يبدو يتوافدوا علينا من الأخوة الجزائريين. صديقنا نجم الدين العكاري محلل حصة يتفاعل معك عيشك بارك الله فيك. حبيت نسأل سي وحيد خاصة على الأسواق التقليدية ولأنه الأسواق اللي قاعدة طالعة وعادت بصفة كبيرة ومضة صغيرة كان لو سمحت على عطلة العيد سمعني اللي ثم أرقام كبيرة سجلتها خلال الأيام الأخيرة. بالنسبة للأسواق التقليدية الحق في استبشار كبير منها بعودة جميع الأسواق التقليدية كي نحكيوا على السوق الفرنسية الحق منها بالنسبة لفما التقدم بحدود 40% منها من السنة منها نقول احنا بالسنوات الفارقة على 22 ودونك هذه السوق دونك بالنسبة احنا تعتبر من تحتل المراتب الأولى بالجهة. كذلك فما منها استبشار كبير بالسوق الإنجليزية والسوق الألمانية على غرار ايضا نجم نقولوا فهمتي السوق الجزائريه كما قلت لكم على بدايه من نصف شهر جويليه مش يكون عندنا فهمتي نسبه كبيره من الاخوه الجزائريين على غرار كل سنه
وسناب بصفه خاصه فهمتني باش يكون معناها زياده تقدر معناها تفوق حتى 20% من مقارنه بالسنه الماضيه. دونك جميع الظروف ان شاء الله مش تكون ملائمه معناها لجميع الاسواق ونذكر بالاخص السوق التونسيه اللي تعتبر نقول احنا الاسواق الاولى فهمتني تحت حتى المرتبه الاولى بالجهه. دونك الحق معناها نجم منها نتمنوا اللي فهمتي جميع الاسواق التقليديه والمعتاده لجهتنا بالحمامات عادت وعادت بقوه والحمد لله. والحمد لله. شكرا جزيلا سي وحيد بن فرج مندوب السياحه بالحمامات على كل ما افدتنا به. بعد قليل باش نمشيو للمنستير. المشهد الان.